في الاقتصاد، أكد رئيس بنك التنمية الإفريقي أكينومي أديسينا دعم مصر جهود دول القارة الإفريقية في مواجهة تحديات كافة المتعلقة بقضية التغير المناخي. جاء ذلك خلال الحفل الختامي للاجتماعات التي استضافتها مصر في الفترة من 22 وحتى 26 من مايو الجاري في مدينة شرم الشيخ المصرية. قال أديسينا إن مشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الجلسة الافتتاحية تؤكد الاهتمام الكبير من جانبه، كما قدم الشكر للرئيس المصري ومحافظ البنك المركزي على تنظيم النسخة التي وصفها بالأفضل من الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي. ترأس الاجتماعات محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله بصفته رئيس مجلس محافظي البنك الإفريقي، وشهدت حضور نحو 3650 من ممثلي 81 دولة.